قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الجنابة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا يخلص. المؤمن إن المسلم إن المؤمن صح إن المؤمن لا يخلص لا يخلص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بأحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. أما بعد، كنا في صدد شرح بعض الأحاديث من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، وهو عندنا اليوم الباب الخامس. وهذا الباب الذي عقده المؤلف هنا عنون له باب الغسل من الجنابة، هكذا عنون له المؤلف رحمة الله عليه باب الغسل من الجنابة. في بعض النسخ باب الجنابة هو نفس الشيء، وهو المقصود يعني الغسل من الجنابة وما يتعلق بذلك. والمؤلف رحمة الله عليه في الباب الماضي باب السابق ذكر بعض أحكام التي تتعلق بالحدث الأصغر، فذكر يريد أن يذكر هنا الحدث الأكبر، بما أنه ذكر الحدث الأصغر. وما هو الحدث الأصغر؟ قلنا القاعدة الحدث الأصغر ما يوجب الوضوء، وأما الحدث الأكبر ما يوجب الغسل. هذا هو الفرق بينهما. هذا الاصطلاح يستخدمه كثيرا الفقهاء وعلماء يستخدمونه. إذا قالوا الحدث الأصغر يقصدون ما يوجب الوضوء، وإذا قالوا الحدث الأكبر يعنون به ما يوجب الغسل. هذا هو الحدث الأكبر. فهذه هي المناسبة بين البابين. باب الأول كان يتعلق ما يوجب الوضوء، وهذا الباب يتعلق ما يوجب ماذا؟ الغسل، ما يوجب الغسل. هذه هي المناسبة. فيذكر المؤلف هنا قضايا تتعلق بكيف يغتسل الإنسان من الجنابة، وكيف كان هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل أصلا، والأحكام التي تتعلق بالجنب، يعني الشخص متعلق بالشخص نفسه. هذا الذي سيذكره مؤلف هنا في هذا الباب عدة أحاديث. فبدأ الحديث الأول وهو الحديث الذي يتعلق بالجنب وأحكامه. فقال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. فالضمير هنا يعود إلى أبي هريرة المفعول به هنا، والفاعل هو النبي عليه الصلاة والسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، أي لقي أبا هريرة النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما يكون هناك التقاء ليس بالضرورة أن يكون التقاء مباشر، وكما يظهر بسياق الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا هريرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وهو يمشي في طرق المدينة، فكان أبو هريرة يمشي باتجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الأصل أن يلتقي مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أبا هريرة ماذا فعل؟ بدل أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم أنه
اختفى عن النبي عليه الصلاة والسلام أو تهرب من النبي عليه الصلاة والسلام، مشى بطريق آخر. فهذه هي القضية التي كانت عجيبة. أبو هريرة الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويرافق النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، وكان يحرص بجمع الأحاديث، ولذلك صار أكثر يعني أكثر صحابة رواية بالحديث، لأنه في فترة بسيطة كان مسلما هو، ومع هذا في هذه الفترة جمع حديث كثيرة، لأنه كان يحضر ما لا يحضره الصحابة، ما كان يتغيب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان قضية عجيبة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خنص، ثم يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم واختفى. هذه القصة اللي حصلت، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، أي لقي أبا هريرة في بعض طرق المدينة، في بعض الشوارع وطرق المدينة. المدينة إذا قلنا المدينة هو معروف يعني مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن المدينة يعني ممكن يعطى في كل مكان يسكن فيه الإنسان ويقال المدينة، لكن المعرف هنا المدينة المعرف بالألف واللام هي مدينة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الطيبة. يعني لقيه في بعض طرق المدينة. أبو هريرة كان يمشي في الطرق، وكما سنرى أنه كان جنبا، أبو هريرة كان جنبا، ومشي الإنسان في الطرق يقتضي على أنه يمشي براحته، وهذا الذي استدل به العلماء واستنبطوا منه على أن الجنب له أن يمشي كما يريد، وليس الغسل من الجنابة ليس الغسل من الجنابة واجبا فوريا، هذا لا أقصد يعني ليس بواجب فوري مباشرة، لا يقال الشارع لا يقول لك إذا كنت جنبا لا بد أن تغتسل مباشرة، بل يجوز لك أن تمشي وتمرح وتسرح وتمشي كما تريد حتى يأتي شيء يوجب عليك الغسل من الجنابة، كدخول الصلاة مثلا. فإذا دخلت عليك الصلاة فعندئذ يجب عليك أن تغتسل لأجل الصلاة، هناك شيء آخر أوجب ذلك. نعم، وإلا يجوز الإنسان أن يمشي. ولذلك بوب إمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب سماه باب الجنب الذي يعني يمشي في الأسواق ويشتري بضائعه وكذا وغير ذلك، أورد هذا الباب إمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، وهذا باب هو سماه باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. نعم، فيجوز كذلك بمعنى يعني الاغتسال من الجنابة واجبها ليس واجبا فوريا، مع أن الله أمر ذلك وإن كنتم جنبا فاطهروا قال سبحانه وتعالى، لكن الواجب ينقسم إلى واجب الفوري وواجب موسع له وقت طويل، إنسان يعني له في ذلك الفرصة يستطيع أن يغتسل متى يريد، وهذا فرض ليس فرضا يعني مباشرة واجب مباشرة، وإنما حسب الظروف وحسب الواجب الذي ترتب على ذلك ما قلنا كدخول الصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك. ثم قال لقيه وهو جنب، لفظ جنب أخذ من الجنب قيل، وقيل أخذ من البعد، الشيء الجنب هو الشيء البعيد أصله، كما قال سبحانه وتعالى وهو يحكي يتحدث عن قصة موسى عليه السلام فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني موسى أخته رأت موسى عليه السلام عن جنب، يعني عن مكان بعيد، كانت نائية هي. نعم، فلذلك سمي جنب. قال جل وعلا والجار ذي القربى، والجار جنب، يعني هناك قربى والجنب متراقضان أو متضادان، القربى هو الغريب والجنب هو البعيد من حيث السكن ومن حيث النسب ربما، لكن هو الشيء البعيد، ولذلك الشيء البعيد سمى جنب. من هنا قالوا لماذا سمي الجنب جنبا، لأنه يبتعد عن بعض القضايا، لا يعني يبتعد عن الصلاة وعن مكان الصلاة وعن قراءة القرآن وأشياء كثيرة يبتعد
ولذلك أبعد عنه الشارع حتى يتطهر ويغتسل، فسمي جنبا. قال إمام الشافعي كان يقول الجنب أخذ من الجنب، لأنه غالبا الجنابة لا تحصل إلا بالمضاجعة ووضع الجنب بالجنب، كان يقول هكذا من الجنب يعني، فهذا الذي ذهب إليه وليس ببعيد المهم ما كان. ويقول ولا بأس أن يقول إنسان كنت جنبا كما قال أبو هريرة، ليس لفظ يستحيى منه. وإذا أباح الشارع أن يكون الإنسان جنبا وليس عليه أن يغتسل فورا، فإنه يجوز له أن يقلم أظافره ويحلق شعره وغير ذلك، يعني يجوز له خلال هذه الفترة. فبعض الناس يرون على أن الجنب من الكراهية أن يقص أظافره، وهذا ليس بصحيح، فيجوز له أن يغلم أظافره وأن يحلق رأسه إذا أراد ذلك، فشعره لا يكون جنبا عندئذ. فهنا قال لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، لقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة في بعض طرق المدينة، نعم، وهو جنب، حال كون أبو هريرة جنب، نعم، وهو جنب، نعم، فهو جنب هي جملة حال من المفعول به هذا لقيه، وهو جنب حال كون أبو هريرة عندئذ كان جنبا. فقال أبو هريرة فانخنست منه، إن خنست من النبي عليه السلام، منه ضمير يعود إلى النبي، إن خنست من النبي عليه الصلاة والسلام، إن خنست منه يعني إن خنست منه هربت من النبي عليه الصلاة والسلام وفررت منه وابتعدت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والخنس هو تأخر، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وكما قال عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن الشيطان قال إذا ذكر الله خنس، وإذا نسي يعني يأتي، نعم، من شر الوسواس الخناس الذي يخنس يتأخر ويتهرب كثيرا، كلما تذكر الله عز وجل فإن الشيطان يخنس، أي بمعنى أنه يفر ويهرب، وإذا نسيت ربك يأتيك مباشرة. فهذه اللفظة أخذ من الهروب والفرار. فانسللت كما قال في بعض الروايات، انسللت بمعنى أنه تهرب من النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يريد أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. فانخنست، هذا هنا ذكر هذا اللفظ فانخنست، المحدثون رووا هذا اللفظ وحوالي يعني ثمانية معاني، انخنست انسللت وغير ذلك، لكن كلها تدور في معنى واحد، فانخنست منه أي من النبي عليه الصلاة والسلام، تهربت من النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبت، الفاء تدل على التعقيب، مباشرة ذهبت. فاغتسلت، هو ذهب مباشرة فاغتسل فتطهر أبو هريرة حتى يلقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما أخر، لأن هنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان أن يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه هرب من النبي ومباشرة ذهب فاستحم فاغتسل أبو هريرة. قال فذهبت فاغتسلت، حسب ما عطف عليها الفاءات، لأنه يدل على التعقيب مباشرة أنه فعل ذلك يعني. فذهبت فاغتسلت ثم جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال له عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أين كنت يا أبا هر؟ قال له كذا، يعني يسمى أبا هر وأبا هريرة، وهو كان يحبذ أبا هر، وكان يقول النبي يسمى كناني بأبا هر وما كناني بأبا هريرة، والذكر خير من الأنثى، كان يقول هكذا. وإنما المحدثون بعد ذلك استعملوا هذا اللفظ، فصار بالكنية صار أبا هريرة، لكن كان أبا هر، نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي به كنيتي هذه، وأحيانا الكنى لا تؤخذ من يعني الأحفاد أو الأبناء، وإنما حسب وصف الإنسان،
وأخذ من هذا اللقب ومن هذا الكنية عفواً من هذه الكنى كما هو معروف أنه كان له هر يعني يربيها كذا، والنبي وجده وكناه بهذه الكنية عليه الصلاة والسلام. فهو حسب الوصف يكون وصف أحياناً. فقلنا مثلاً أبو لهب لم يكن ولد له اسمه لهب، وإنما كني بهذه الكنية لأنه قالوا كان يشتعل ويغضب بسرعة، فيعني كلما يتحدث معه إنسان شيء لا يريده هو كان يلتهب وكان يشتعل، فكنوه بأبي لهب. كذلك ربما تجد يعني إنسان له وصف معين فيكنى عليه هذا الوصف، نعم أبو الغضب أبو التخريب وأبو فلان مثلاً، قد يقال الوصف الظاهر من هذا الإنسان، نعم كان عليه. فذلك هذا هنا كنية هنا تكون وصفاً وليس يعني إنجاباً ولا أولاد ولا أطفال، نعم أحيانا حسب ما كانوا يستخدمون. هنا قال يا أين كنت يا أبا هريرة، أين كنت يا أبا هريرة، فهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا يعني رابه شيء أو شك عن شيء ما كان يحكم مباشرة على شيء حتى يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يتهم أبا هريرة أنه يتهرب من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة، لماذا هربت، لماذا فررت، أين ذهبت، إلى أين ذهبت. فهذا كلا جيد الإنسان أن لا يحكم على شيء حتى يستفسر ويعرف العلة، وعند معرفة العلة يعني يبطل العجب، عندما تعرف العلة شيء تتبين لك الأمور وربما تقتنع وترى. نعم، فأبو هريرة هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب والعلة، قال كنت جنبا يا رسول الله، نعم كنت جنبا. فأحيانا الناس يستحيون أن يقول أنا كنت جنب، لكن لا بأس، أبو هريرة قال ذلك أمام النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء يتحدثون عن الجنب وإن الله لا يستحي من الحق، أحيانا يقول يعني حصل هكذا لأنه كنت جنب ولا بأس في ذلك، لا قضاء في ذلك، نعم. فقال كنت جنبا يا رسول الله فكرهت أن أجالسك، يعني أبو هريرة هنا كان يرى أنه كان يعظم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يحب أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن الحال، نعم إلا بأحسن الحال. ومجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس موقر، كان يحمل الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فحبذ أن لا يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن الأحوال. قال فكرهت أن أجالسك يا رسول الله بما أنني كنت جنبا. في بعض الروايات أنه روي أنه قال كنت متنجسا، هكذا أنه قال، فظن على أن الجنب يعني تترتب عليه النجاسة، ولذلك النبي عليه الصلاة علق على هذا قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، قال عليه الصلاة والسلام، لأن أبا هريرة فهم من قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا على أن الجنابة عن الطهارة يلتزم منها يعني النجاسة، نعم، وليس ذلك بالضرورة، يعني كل شيء يتظهر منه الإنسان لا يدل على أنه نجس طبيعة الحال، ومنها الجنابة وغير ذلك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له هذا الحكم، لأن أبو هريرة اعتقد على أن جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يليق له ذلك، وأنه يكون يعني غير طاهر، غير نجس، يعني صحيح هو غير طاهر لكن ليس نجسا، وشتان ما بينهما فهذه النقطة مهمة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له. قال فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، ويعني سبحان الله تنزه لله سبحانه وتعالى، وهذا اللفظ استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وهذه العبارة صحابة كانوا يستخدمونها إذا وجدوا شيء يتعجبون به، شيء له عجب سبحان الله، يعني عجبا بفهمك هذا الذي فهمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزه الله عز وجل، قال إن المسلم لا ينجس، إن المسلم في لفظ رواية وفي رواية أخرى إن المؤمن، وكلاهما سيان على أي حال، إن المؤمن لا ينجس، قال عليه الصلاة والسلام. هنا أكدت جملة بالتوكيد إن، لماذا؟ لأن هذا هو خلاف ما كان يتوهم به أبو هريرة كان يتوهم على أن
المؤمن ينجس بالجنابة، كان يظن هذا، وذلك قال إن المؤمن أو إن المسلم لا ينجس، لا ينجس نجاسة ذاتية. فالمؤمن بطبيعة الحال لا ينجس ذاتيا، ذاته تكون طاهرة. وإذا قلنا الجنابة النجس يترتب على ذلك أن نقول الإنسان يكون أصله نجس، ولذلك لأن الإنسان خلق من مني، وكرم الرب سبحانه وتعالى الإنسان ولقد كرمنا بني آدم، فالمني لا تكون نجسا والإنسان لا يتنجس بسببها، وإنما هنا يقصد نجاسة ذاتية. فرشعه وعرقه وسؤره ولمسه ولباسه وغير ذلك إنسان طاهر لا يؤثر ذلك، فيجوز أن يجلس معه وأن يتوانس وأن يلمس وأن يعني يشرب ما تبقى له من الطعام، فإذا لمسك بيدك لمسك بيده فهذا لا يقتضي على أنه نجس، وهذا مما كان يتحاشى عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا ينجس بخلاف الكافر. هذا الوصف، الكافر هو نجس، ولكن نجاسة نجاسة معنوية، وليس الصحيح أنه نجاسة ليس نجاسة يعني عينية. فالكافر إنما المشركون نجس كما قال سبحانه وتعالى، وهذه هي النجاسة التي نفي من المؤمن. وإلا المؤمن لو يعني مثلا تلقى أو يعني لمسه شيء نجس مثل البول وغير ذلك فلا شك أنه يكون يعني يتنجس من هذا الجانب، ولكن المقصود هنا نجاسة عينية ونجاسة معنوية كذلك، المؤمن لا يكون نجسا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له هذا، وهذا هو المقصود من هذا الحديث، وبه استدل العلماء على أن المسلم كما ورد في رواية عبد الله بن عباس أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فميتة المسلم يعني ميتة المسلم لا تكون نجسة بطبيعة الحال. قال إن المؤمن لا ينجس، قال عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الحديث من فوائده العظيمة ويدل على عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب، ولذلك استفسر إلى أين ذهب أبو هريرة، ذهب أبو هريرة، استفسر النبي عليه الصلاة والسلام قال أين كنت يا أبو هريرة، فلو كان يعلم العلم الغيب لطلع عليه ولعلم أين ذهب أبو هريرة، فكان ينظر إليه، كنت أراك عندما كنت هناك، كان يقول له نعم، لكن استفسر. والنبي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام، وادعاء علم الغيب المطلق هو كفر ولا شك في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء، كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن بعض الناس يعني يتوهمون على أن الأنبياء والرسل كلهم يعلمون الغيب، وهذا الحديث من الحديث الذي سدل لهذا الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أين كنت يا أبا هريرة، فما علم النبي صلى الله عليه وسلم أين كان أبو هريرة. نعم، وبعض الناس يقولون العلماء والعراف، خليك الأنبياء، بعض الناس يطلعون القلوب ويعرفون كل شيء ويرون العالم، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون كما يقولون، وهذه كلها ترهات ليست لها من الواقع في شيء. نعم، وهو كلام عظيم ولا شك في ذلك. هذا هو بعض التعليقات هذا الحديث. نعم، ثم ذكر المؤلف الحديث الثاني، اقرأ بارك الله فيك. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. نعم،
حديث عائشة، ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه حديث عائشة، وحديث عائشة هو عمدة في باب غسل الجنابة، كذلك حديث ميمونة بنت الحارث الذي ذكره المؤلف بعد ذلك، حديث الذي أورده المؤلف بعد ذلك حديث ميمونة وحديث عائشة هما العمدة في باب غسل الجنابة، حديثان عظيمان يدلان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عن الجنابة. فعندما ذكر المؤلف رحمة الله عليه أحوال الجنب ذكر كيف يتطهر الجنب، كيف أتطهر عن الجنابة يأتي سؤال بعد ذلك فأوردها. وكيفية التطهر عن الجنابة، يعني هناك صفة يسمى صفة الكمال، وهناك صفة الإجزاء، أي بمعنى هذه صفة لو فعلها الإنسان تجزي عنه غسل الجنابة، هذا هو الواجب. أما صفة الكمال هي صفة التي تأتي إلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكمال دائما. هناك بعض القضايا ليست واجبة على الجنبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا مما نرى من خلال هذه الحديث التي أوردها المؤلف رحمة الله عليه. فعائشة بما أنها كانت تعلم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تنقل لنا هذا العلم الذي يخفى على الناس. قالت عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من الجنابة، من هنا بمعنى من السببية، بسبب الجنابة، لأن الجنابة سبب للغسل، فالإنسان إذا أجنب فعليه أن يغتسل كما قال سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هنا الفعل يدل على استمرار والدوام، أنه كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل مر بنا، إذا الظرفية هنا بمعنى إذا أراد أن يفعل ذلك، إذا دخل الخلاء كما مر بنا حديث أنس في باب السابق، إذا اغتسل أي بمعنى إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، من أجل الجنابة وبسبب الجنابة، النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه عليه الصلاة والسلام. فأول شيء كان يبدأ أن يغسل يديه عليه الصلاة والسلام، هكذا ذكرت عائشة مجملا هذا كيف غسل يديه، لكن ميمونة حديث ميمونة بنت حارث سوف يفصل كيف كفأ النبي صلى الله عليه وسلم الماء على يديه عليه الصلاة والسلام. قالت غسل يديه، واليد المقصودة هنا كما قلنا سابقا مرة بنا الحديث الماضية اليد إلى هنا، يعني يسمى اليد إذا أطلقت. غسل يديه، لماذا يغسل يديه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف من إناء، فقبل أن يدخل يديه في الإناء كان يغسل يديه عليه الصلاة والسلام كما قال، يعني فليغسل يديه قبل أن يدخل ما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يداه كما مر بنا في الحديث السابق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بغسل يديه خارج الإناء قبل أن يغترف من الإناء، بمعنى قبل أن يأخذ الماء من الإناء بيديه عليه الصلاة والسلام. ثم اليد المغترف بها يغترف بها هي الناقلة الماء، وهي التي تنقل الماء إلى الجسد، فلا بد أن تكون طاهرة هي أولا، حيث أنها هي التي تنقل الماء إلى البدن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه عليه الصلاة والسلام. ثم الرواية ميمونة سوف تزيد لنا أمرا آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بدأ بغسل فرجه عليه الصلاة والسلام، نعم كان بدأ أولا ثم بعد ذلك الوضوء، يأتي الوضوء بعد ذلك. غسل يديه ثم توضأ عليه الصلاة والسلام، بدأ الوضوء ثم توضأ. عائشة ذكرت على أنه توضأ، وهذا يدل على أنه توضأ وضوءا كاملا، ولذلك أكدت قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني وضوءا كوضوء الصلاة، كما يتوضأ للصلاة عليه الصلاة والسلام فهو توضأ. فهذا من هذه هي يعني الصفة كاملة، وصفة الكاملة، لكنه لو لم يتوضأ الإنسان
ويكتفي بصب الماء على جسده كله فهذا يكفي ولا شك ذلك كما دلت نصوص أخرى كثيرة. ولكن هنا هي صفة الكمال أن يبدأ الإنسان الماء بأعضاء الوضوء أولا لشرفها ولفضلها، سواء كان الإنسان يغتسل من الجنابة أو الإنسان يعني يغسل الميت، عندما يغسل الميت كذلك تبدأ بأعضاء الوضوء لشرفها ولكمالها. وهل هنا مقصود الوضوء بذاته أم هنا هو بدء البداية بأعضاء الوضوء لشرفها وفضلها؟ هذا الذي دار بين العلماء قضية، ويترتب على ذلك أحكام كثيرة. نعم، ومنها هل يصح الوضوء وضوء إنسان جنب أصلا أم لا؟ هذه القضية واردة، لو توضأ جنب هل يصح وضوءه حتى نقول أنه بدأ الوضوء ويقصد الوضوء بذاته؟ الذين يقولون يعني هو بداية والاهتمام بأعضاء الوضوء لشرفها يقولون أن الوضوء وضوء الجنب لا يصح أصلا. نعم، هذا الذي يقولون ذلك، قالوا أنه بدأ بأعضاء الوضوء ومهما يكون. ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، يعني وضوء كامل توضأ كما يتوضأ للصلاة. هذا الحديث دل حديث عائشة أنه توضأ كاملا وحتى الرجلين غسلهما، غسل الرجلين. أما حديث ميمونة فيدلنا بصفة أخرى، طريقة أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا غير كامل، أي وترك غسل رجليه، ثم بعدما انتهى من الغسل، انتهى من الغسل بعد ذلك غسل رجليه عليه الصلاة والسلام، ابتعد عن المكان أو تنحى عن المكان ثم غسل رجليه. وهذه صفة أخرى، وربما العلماء قالوا هي قضية تتعلق بالموقف الذي كان يقف عليه الصلاة والسلام. ربما رواية ميمونة كان مكان يعني طين ووحل، فأضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف عن المكان. وأما في رواية عائشة ربما كان هذا المكان كان يناسب أن يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم يغتسل ويفيض الماء على سائر جسده عليه الصلاة والسلام. توضأ وضوءه للصلاة، المهم حديث عائشة قال أنه توضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ ثم يغتسل وضوءا كاملا ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام. وبمعنى يغتسل أنه كان يصب الماء على سائر جسده كما قالت، يعني ثم غسل سائر جسده ميمونة، حديث ميمونة قالت غسل سائر جسده. ثم يخلل بيديه شعره، ثم يخلل، الخلل هو ما بين الشيئين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يده تحت شعره حتى يصل الماء إلى فروة رأسه عليه الصلاة والسلام، هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فقد ورد بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أم سلمة عندما سألت هل تنقض شعرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يكفيك أن تفرغي أو تصبي على رأسك 3 مرات، قالها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وكذلك عائشة كانت تقول يعني اللي كان يكفينا أن أصب على رأسي 3 حفيات، يعني 3 مرات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عبد الله بن عمر روى رواية تؤكد يعني من ترك موقع جنابة في جسده يفعل في النار كذا وكذا، فكان يشدد وكان يأمر النساء أن يعني يفضن شعرهن أو ضفورهن فيصبن الماء على رؤوسهن. وكانت تقول عائشة واهن لابن عمر أيأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، يعني قضية لا يمكن أن تصير هكذا، فألا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، فكنت أحثو على رأسي 3 حفيات وما كنت أزيد عن ذلك. فهي هذا قضية تعلق بالنساء. أما الرجال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بيديه شعره، في وسط شعره كان يدخل عليه الصلاة والسلام حتى إذا ظن عليه الصلاة والسلام واعتقد أنه قد أروى، أي قد أشبع ماء، قد أروى بشرته، ويقصد فروة رأسه أنه أروى الماء ووصل الماء
أفاض عليه الماء 3 مرات عليه الصلاة والسلام، أفاض الماء 3 مرات، أفاض الماء 3 مرات. علماء الحديث يرجعون هذه الرواية أنه أفاض الماء 3 مرات لا تتعلق بالجسد، وإنما تتعلق بالرأس، كان يفيض رأسه 3، يفيض الماء على رأسه 3 مرات، بحيث يدخل يده عليه الصلاة والسلام تحت الشعر حتى إذا ظن، والقضية ليست محتومة وليس متأكدة، وإنما هو راجع عند الإنسان لأنه لا يستطيع يتأكد كل شيء، حتى إذا ظن وغلب على ظنه أنه أروى بشرته، يعني أنه أروى بشرته بمعنى أنه شبع به الماء ووصل الماء إلى فروة رأسه 3 مرات عليه الصلاة والسلام، يصب الرأس ثم أفاض الماء على سائر جسده، هكذا يقولون. و3 مرات هذا يتعلق بالرأس، أما سائر جسده فكان يفيض الماء عليه الصلاة والسلام 1 مرة، والروايات كلها تؤكد هذا. وقدر الماء الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم كان قدرا بسيطا جدا، ما كان يكفي أن يصب على جسده كله 3 مرات عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال ثم أفاض. والرواية الرواية ميمونة يدل على هذا المعنى الذي ستأتينا إن شاء الله تعالى. فأفاض عليه أي على رأسه 3 مرات عليه الصلاة والسلام، ثم غسل، ولذلك قال هنا لاحظ ثم غسل سائر جسده بعد ذلك. وغسل الرأس له مهمة خاصة، لأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثا وكان كثير شعر عليه الصلاة والسلام، كان يحاول أن يوصل الماء إلى أصول شعره وإلى فروة رأسه عليه الصلاة والسلام، ولذلك أعطي الرأس عناية خاصة وصب به 3 مرات. وحديث الجمعة من غسل واغتسل، قالوا من غسل رأسه واغتسل، يعني غسل سائر جسده، أعطي هنا اهتمام خاص للرأس حتى يتأكد الإنسان أن الماء وصل إلى شعر رأسه وفروة رأسه وصورة شعره، ولذلك كأنه جعل شيء خاص، يعني أهمية خاصة. وهنا قال ثم غسل عليه الصلاة والسلام سائر جسده، هو لفظ عام غسل سائر جسده، لكن حديث ميمونة وحديث أخرى كلها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الشقة الأيمن عليه الصلاة والسلام، يفيض الماء على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر، وقد مر بنا حديث أنه كان يحبه التيمم في جميع حالاته وفي طهوره عليه الصلاة والسلام، فكان يبدأ اليمين شق الأيمن يفيض عليه الماء ثم يفيض الماء على شقه الآخر عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي تدله على عليه الروايات. نعم. وكانت تقول، وهذه الرواية من الحديث السابق، وكانت تقول أي كانت تقول عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، يعني كما دلت الرواية السابقة على أنه كان يغسل يديه، لماذا؟ لأنه يغترف فيأخذ الماء من يديه عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وأهله كان يغترفان من إناء واحد في وقت واحد. فأحيانا عائشة تقول في الرواية الصحيحة كنت أقول دع لي، وكان يقول لي دع عني، هكذا يعني يداعب وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام، دعني ودعني ودع لي، هكذا الروايات كان يقول لزوجته، كان يغتسل معها. وهذا الحديث مما استدل به العلماء على أنه يجوز أن يغتسل الرجل مع أهله وهو عريان نحو عاري أن يغتسل، ويجوز كذلك رؤية مرأة فرج زوجها والعكس كذلك جائز، لأن هنا الرواية ميمونة تأتينا على أنها تذكر أن النبي كان يغسل فرجه عليه الصلاة والسلام، وكان يغتسلان في إناء عند يعني هم إناء واحد من إناء واحد يغترفان، وهذه الروايات كلها واضحة نعم وصريحة. فهذه مما يسأل تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، نقول أنا أغتسل من إناء واحد. فيجوز كذلك أن يغتسل الإنسان صورة المرأة والمرأة أن تغتسل صورة الرجل، يعني الرجل يجوز له أن يغتسل بما تبقى من المرأة والمرأة تغتسل بما تبقى من زوجها أو من الرجل، وهذه الروايات واضحة في ذلك. أما حديث النهي الذي ورد هو إذا صححنا من حيث سنده
هو يقولون هذه كراهية فقط يعني تنزيه فقط يعني، وإلا هذا يدل. ثم هذا الحديث كذلك يدل على أن الماء المستعمل، الماء الذي استعمل على أنه طاهر مطهر، لأنه هذا الماء الذي ينصب في الإناء يختلفون، وينصب الماء في الإناء، ولا شك أنه هذا ما كان يصل إلى قلتين، إناء صغير يعني، فكانوا يغترفون من هذا الإناء، ولا بأس في ذلك ما لم يتغير يعني لون الماء أو طعمه أو ريحه، إذا لم يتغير. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا يدل على الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتخلق مع أزواجه عليه الصلاة والسلام. من إناء واحد نغترف منه جميعا، يعني مرة واحدة كل واحد منهما يغترف، تختلف الأيادي والاغتراف، يقول يعني دعلي ودعلي ودع عني، وهكذا روايات وردت. وهذا الحديث له فوائد عظيمة، كما قلنا هو عمدة في هذا الباب كيف يغتسل الإنسان عن الجنابة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، حتى نأتي إلى حديث ميمونة إن شاء الله تعالى هو ليكمل هذا الحديث. نعم.